عشابايل وينك 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 يا عشابايل بدنا نغني فشغلي وانا في مصاري شو راح يكون تيجو تقلو عنا لانه حلويتها كتير طيبة شود يا زلم شود وانا في ولا زبون مع السود شو السود عشابايل وينك 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 يا عشابايل يا رب يا رب تبعت لي وحده وحدين زبون وعشرة وعشرين معي مصاري عشان امشي الحلويات اللي عندي يا رب وجاه كل من له جاه عندك شاب النماس؟ عن نماس وشو عم بعمل هون؟ فتح محل حلو قبل يومين فتح محل حلو قبل يومين؟ نماس؟ تفضل يلا شباب نماس؟ رمان شو هذا المحل؟ والله يا سيدي من قبل يومين الله بعث لي ارسين عشان نفتح هذا المحل حكي لي اعطي بقلاوة برمة ايش بدك؟ هذا شو في عندك؟ تفضل 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 شوف طب شو عندك هالك نافي؟ والله يا سيدي في كثير اشياء والله ما تحبوا انت والله ايش بدك يا مجيدي؟ تمثيل؟ هون شباب شوف شوف في عندك يا نمس اول شيء يا سيدي هون في عندك هون هون بدو اجي شوف خليك يا سيدي دو يا سيدي دو ودعي علي مش ابو الزميل عم بوظ انا قلت لك دو كمان انت دو وادعي لي شو في كمان؟ والله يا سيدي عندك هون بقلاوة وعندك هون والله هاي ما بعرفش انا عملت كمان ناسي شو اسمه اشي ابيض بس كله طيب سيدي هون عندك كثير اشياء سيدي ولا اشي منه يعني انت شايف المحل اسم الله يعني الله رزقنا ولا اجي منه طيب شرفوا سيدي انتوا تريحوا خلينا انتوا تريحوا يا سيدي استنى شوي تريحوا ما عندي والله بجيبكم شرف خلاص يا سيدي بجيبكم خلاص شرف سيدي شرف بس حتى معك شباب محل ما يشرب يهرب ان شاء الله رئيس المخفر اكيد مش رح يدفع والله العظيم ما رح يدفع يا رب ما توصح لنا تروح على المستشفى تبوش بشهر يا رب يا سيدي مولاي اول يوم بالمحل انا فارسي بحط شوك يوم هيك الله عليك يا نمس تحتي تحتي بلاش مفهوم ما تدفعوش ولا قرض يا سيدي هلا والله حي الله يا والله عيونكم المحفظ خلداني هلا يا سيدي تسلم يا نمس قلبي هذا استحليت والله من قلبي من قلبك قلت لي ادعولي ادعولي سيدي بس نمس ادعولي من قلبك اه والله من قلبي لكم حكومي بعد كده على عيونك تحتي الصراحة حتى بدنا في زقطة اليوم كثير طيبة والله هذا النمس عن جد ف... طيب انا سبق على المخفر الحقني حبك نمس حبيبنا نمس عارف احمر كيف كانت تلافي عفارم عليك كثير طيبه ان شاء الله عايز مسجد ابو الشمير كثير سيت 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 شو خليك اسحبني وانا شبعت طيب يا اخي بس انت في جميل شو ولا بخلي شيء طب قلت شيء بالمره يا زلمه توفر علي جميل يلا السلام عليكم نمس نور 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 وين الحساب؟ يا زلمه شايفنا من الصبح عم ينكش زبال حتى الدبان مش عم ينكشوا وين الحساب؟ وين الحساب؟ يا صاحبي من ماسك والله ابو جميل ابو جميل ما تفعليش اطلع احسن ما اطلع بلا بلا حكومي بلا بمومي انا مش شايف حدا ماشي انا ابو جميل نمس بسم الله اخلاق السيدة ابو جميل
لا والله يا زلمه كانت هيك شوي بدي جعلت هيك وقالوا يا الله شو بدي فطر يا والله يا زلمه بدك تضلك بعدتك هاي لا يا زلمه ليش انا بعدتي شوف الشو ضيفتكم الحين عم افطر الحمد لله سيدي هي الحساب وصل مبروك ربيتلكم شو يا سلام شو حتى ما دفعوش حق السعود واقل اكلي وراحوا شو يا سلام ان شاء الله يلا ما حدا يشتريه ان شاء الله تروح على المستشفى تموت بجمعه يا رب بس تلكم شو يا سلام شو شباب صبايا حلويات الاشياس سوق عقار قديمه اللي بيجيش وبغيش عند حلويات الاشياس ان شاء الله الله بيبعث لك وحده وحده لو بسيبيه و10 و20 15 بدلهم حلويات الاشياس شارع عقار قديمه في السوق تيجوا السلام عليكم